رئيس الوزراء يجتمع بوزير الطيران المدني ويوجه بالاهتمام بأعمال تطوير برج العربي الدولي والترويج لمطار العالمين الجديدة. رئيس مجلس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام موقف تطوير المشروعات الصناعية ويشدد على ضرورة الاهتمام بصناعة البوليستر. منظمة الصحة العالمية تشيد بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وتؤكد من أكبر المبادرات في العالم ونجحت بفضل الدعم السياسي والعلاجات المحلية المصرية. وزيرة التنمية المحلية تستقبل عدداً من نواب لجان الإدارة المحلية والإسكان والشباب وتؤكد حريصون على التعاون مع البرلمان لمصلحة الوطن والمواطن. وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر الصناعة الخضراء 3 مليارات دولار من الشركاء الدوليين لتنفيذ 32 مشروعاً في مجال التنمية الصناعية.